يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها. سلاح المؤمن الدعاء وسلاح الأنبياء الدعاء. الحمد لله الذي وفقنا لهذه الأمسية الدعائية مع أولادنا وإخواننا المؤمنين والمؤمنات جميعا لأجل فك قيد أسرانا، وعلى الخصوص ولدنا الحر حسين بن علي صالح. اللهم اكتب له ولجميع الأسرى بالخلاص العاجل يا رب العالمين. هذه الأمسية لها أثرها البالغ في الفرج العاجل لجميع الأسرى وخلاصهم. اللهم فك أسرانا، شافي مرضانا، رد غرباءنا، ارحم شهدانا الأبرار. إن الله وملائكته يصلون على النبي